هذه المسيرة اللي كتنظمها التنسيقية الوطنية لأساتذة المتدربين كتجي في إطار نضالات المشروعة المطالبة بإسقاط المرسومين، إلا أننا على مستوى اليوم كنتفاجئوا بقوة القمع كتقمع المسيرة عندنا بدون سابق إنذار. كيف نتحدث عن أننا نتحدث في دولة حق القانون وهاك نشوفوا بأن المسيرة كتقمع؟ هذا عيب وعار في حق الأساتذة. نقول لهم أن المسيرة ديالنا والأشكال النضالية مستمرة، لن يوقفنا قمعكم، لن يترهبنا زروطتكم، بل على العكس صوت القلم أعلى من صوت الزروطة، سنرفعه عاليا مستمرون صامدون إلى آخر رمق، لن ترهبوننا والمسيرة مستمرة.